لقى وحاب يجيب هاني ابو ريدا بورتو في عمره اكثر من 70 سنه. حنا عندنا روراوا اللي يقدر صراحه ينافس وعنده سمعه وعنده يعني محبوب في افريقيا طالما ردرهم للسيرفيس، فبالتالي حنا قادرين نحطوا شخص يعني يقدر ينافس والا نقولوا باي باي. عديد من الاتحادات الافريقيه تفطنت للخطه الخبيثه للمغرب، حابين يكون عندهم يعني يستولوا على الكاف وحتى على مناصب الفيفا، وهذا امر. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، نتمنى انكم تفاعلوا معنا بلايك للفيديو والتعليقات ديالكم باش هكذا انكم تدعمونا دائما، دافعوا على كره القدم المغربيه وكذلك على الوطن ديالنا الحبيب. الاعلام الجزائري اللي غادي نسمعوا في الفيديو الاخوان ديالي خرجوا مباشره اليوم يتحدثون مبكرا، يتحدثون على الانتخابات ديال الكاف والقجع، ضروري يتكلموا على القجع ومن الان يعني المخزن القجع المؤامره. قال لك سيدي غادي يدير يد مع هاني ابو ريدا المصري اللي هو عضو في الفيفا باش يترشح باش يكون هو الرئيس ديال الكاف القادم. كنعرفوا الكاف قلعوا داك السن فوق 70 سنة يقدر أي واحد يقدر يترشح، وهاني أبو ريدا عنده تقريبا 70 سنة ولا 71 سنة، وقال لك القجاع هو اللي غادي يتحالف معاه ولا غادي يتحالف مع رئيس الاتحاد الموريتاني ولد يحيى باش يكونوا في الكاف باش هكذا باش يخدموا المصالح ديالهم. هذه هي الرؤية ديال الإعلام الجزائري بعد ما كانوا كيتكلموا. قال لك أسيدي غادي نديروا يد مع رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم اللي راه في السجن، وكذلك مع غلام رئيس الاتحاد المصري، قال لك نديروا واحد التحالف، قال لك باش نجريو على الاقجاع من الكاف. هادشي كامل ما استقلمش، واليوم ها هما بداو من الان بالكولاسه والمؤامره. قال لك اسيدي فوز القجاع ما غاديش يكون رئيس ديال الكاف، ولكن غادي يدير الناس اللي معاه اللي غادي يوليو يتحكموا كاملين في الكاف ويخدموا المصالح ديالهم. حنا كنتمنى انه الاعلام المغربي يطرق لهذا المشكل هذا ويتكلم على هذا الموضوع هذا باش دائما نعرفوا النزاهه فين كاينه. حنا يا ريت نشوفوا فوز القجاع رئيس ديال الكاف، علاش؟ لانه خدم الكره المغربيه وبشهاده الاعضاء ديال الكاف وبشهاده جياني انفانتينو رئيس ديال الفيفا قادر فوز القجاع انه يصلح كره القدم الافريقيه. اليوم صراع كبير، موتسيمبي، هاني ابو ريدا، ولد يحيى، كذلك مصالح كبيره في الاتحاد الافريقي، الكل يبحث على الرئاسه ديال الكاف. الاتحاد الافريقي يدرس ايضا تعديل ديال نظامه الاساسي خلال الجمعيه العموميه العاديه التي سيعقدها في الكونغو الديمقراطيه يوم 10 اكتوبر المقبل، والتي ستكون الاخيره قبل اجراء انتخابات رئيس ديال الكاف ونصف الاعضاء ديال المكتب التنفيذي ديال الكاف والمرشحين لعضوية ديال الفيفا في مارس سنة 2025. إذن هناك أعضاء داخل الكاف بغاو يترشحوا العضوية ديال الفيفا من بينهم حتى الجزائر، وأخبار هناك تدور بأنه روراوا حتى هو غادي قال لك يقدر يولي حتى هو رئيس ديال الكاف ويترشح حتى هو العضوية في الكاف، العودة ديالو قال لك يقدر يعود لأنه السن ديالو مسموح. كذلك أيضا قال لك ولي الصادي كما كيقولوا هما، قال لك أسيدي غادي يدخلوا حتى هما باش يبحثوا على الكرسي ديالهم داخل الفيفا او الكاف. نخليكم على الهبال.